لا تجلس في مكان تظلم فيه، كن عزيز النفس. إذا شعرت بالظلم والمهانة لا تبقى في هذا المكان إلا إذا قيدت، هذا أنت معذور فيه، لكن عندك سعة أنك تخرج من هذا المكان، واخرج من هذا المكان ولا تبقى فيه وتظلم وتسكت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم يا حبايب قلبي اللي ما اشتركش في القناه، اشترك، فعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ادخل في محتوى الفيديو بتاعنا، يا ريت نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. انا جيت اخد ازوله للطيور يا حبايبي اللي جاي معايا احمد النهارده، وربنا يستر بقى. انا جايه وخايفه مع احمد، ان احمد مش عارف يسوق الموتوسيكل، احنا شايلين الحاجه اللي بنشتريها ديت، ربنا يسر الحال بقى ويسترها ونعرف ايه نجيب ونروح بسرعه. انا سبت بقى بيجيب، وقلت بقى ايه اجمع الباميه بتاعت اخويا كده، ادور على شويه باميه، فلقيت فيها شويه هم تجمعهم على محمد ايه يجيب على قد ما يقدر. انا جيت انا وهو النهارده حبايبي، ربنا يسر الحال بس ايه، ويعرف ايه يظبط الموتوسيكل احنا مروحين. يعني ممكن لوحدنا كده بيسوق تمام، ما فيش اي مشكله، بس هنشيل الحموله على الموتوسيكل وكده، فانا خايفه بقى ربنا يسترها لو نقع بالموتوسيكل واحنا مروحين. ربنا يسترها بقى وييسر امورنا يا رب، اللهم امين. فقلت له بقى هات يا احمد على ايه، هو عمال بيجيب هناك اهوت، مش عارفه هو باين معاكم بقى ولا ايه، بس الشمس ضاربه في التليفون. فقلت له هات بقى على قد ما تقدر على من اجمع الباميه بتاعت خالك، فربنا يسترها بقى معانا النهارده. انا والله لولا الطيور، انا من جايه اصلا، بس الطيور مخلصه علف، فان شاء الله بقى ايه هحاول على قد ما اقدر ان انا اجيب لهم ايه، اوفر لهم علف النهارده. ان والله العظيم يعني حاطط لهم شويه عيش ناشفين الصبح كده، كنا واصيين عن العيش لانهم هم اتعودوا على الازول او العدس، اتعودوا عليها، فبيستنوا دخلتي عليهم ايه بيها وكده، ما بيحبوا اي خضار ياكلوه، فهم اتعودوا على الازوله. فكل يوم ايه بجيب لهم، بعلفهم طقتين في اليوم منها، سواء على عيش او على رد او حاف كده من غير اي حاجه خالص لوحدها كده، فهم اتعودوا عليها. فربنا بقى ييسر الحال واعرف ايه اجيب لهم. انا هجيبه كل حاجه، بس الرك على مروحنا على الموتوسيكل انا واحمد كده، فربنا يسترها. مش عارفه يعرف يشيل الجردل اللي قدامه ويظبط الموتوسيكل ولا مش هيعرف، فربنا ييسر الحال بقى، ربنا ييسر الحال، اللهم امين يا رب. احنا ونصيبنا واحنا مروحين يا حبيبي، ادعوا لي بقى ان ربنا يسترها معانا واحنا مروحين، واحمد ما يوقعناش بالموتوسيكل، لان لو وقعنا بالموتوسيكل اللي بيبقى راكب ورا هو اللي بيتدمر، فربنا يسترها بقى. المهم ربنا يفاديه بس ويسترها معاه، ونروح على خير، نجيب على خير كده ونروح، اللهم امين يا رب. قلت انزل اجمع الباميه، طالما اني هنا بالمره اجمعها. بتعرف تجيب يا احمد؟ ها يا احمد عارف تجيب؟ طب بس ما تجيبش فيها عفش يابا، اي عفش ما تجيبوش فيها خالص. ماشي انا اخلص وهاجي لك اهو. ما هوش عارف يجيب، بيقول لي تعالي ساعدين، لسه ما جابش حاجه وبيقول لي تعالي ساعدين. فيلا احمد جه معايا احسن من ما فيش خالص، هنجيب على قد ما نقدر عشان بس البط والله عمال بيصرخ النهارده. احنا بقينا قرب المغرب اهي يا حبايبي، حاطين لهم الصبح شويه عيش ناشفين، واللي ما بيعرفش ياكل عيش ناشف حطيت له عيش مبلوق. هخلص الباميه عشان اروح لحمه. خلاص يا حبايبي انا واحمد بنجيب اهوت، وربنا ييسر الحال بقى ونخلص ايه بدري كده على السريع. بس احمد واخد المصفه بتاعتي حلوه في المجايب عندها، بس مش مشكله، بس هو يقضي عمل ويجيب اي حاجه. الاروان فين الاروان اللي اتملت دي؟ والله كنت نيت ورمته، والله جبت نص ورمته. انت فكره الحلفان ما جابتكش ولاد، وحياة النبي جبت نص ورمته. انت عارف تجيب اللي معاك دلوقتي يعني؟ اه مشي على وش الميه كده اهوت، وهي هتملاها لك مره واحده. من اللي مات؟ من اللي مات الله يرحمه، يعني هنوصل عمره. امبارح يا حبايب قلبي كنا رايحين جمصه،
واحنا رايحين على الطريق لقينا ثلاث شباب عاملين حادثه بموتوسيكل والثلاثه ميتين، ربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم. والله العظيم كنت عايزه ارجع من الطريق امبارح لما شفت المنظر، كنت عايزه ارجع تاني من الطريق. يعني هم ميتين على طريق جمصه بالقاس، فربنا يرحمهم ويصبر اهاليهم. تعال العلف بيرن، تعال العلف كان بيرن عليا لان كنت قايله على رد يا حبايبي وما كانش جاي، فهو لما العربيه جت حطيت له العلف الوقت فلقيته بيرن عليا. زي ما قلت لكم امبارح احنا رايحين لقينا حادثه على الطريق، ثلاث شباب على موتوسيكل ماتوا الثلاثه، عملوا حادثه وماتوا الثلاثه. ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويصبر اهاليهم يا رب، ويديهم الصحه. ربنا يديلهم الصحه. فين بقى ما الصحه راحت وكل حاجه راحت يا حبيبي؟ الثلاثه عارفين كانوا واقعين فوق من بعض. ربنا يرحمهم يا ابني. شوفوا بقى المعالج بقى ده. انا عايزه اللي معاك عشان اجيب بسرعه يا احمد، لان دي مش هتجيب وقت من النتيجه معايا. ها؟ دي بتجيب عفش كتير. انا خايفه لو انا والتليفون في ساعه واحد. خلاص يا حبيب قلبي، خلاص خلصت اهوت، جمعت الباميه وجبت الازول اهوت زي ما انتم شايفين، واحمد بقى خد الباميه معاه في الجدون بتاع الموتوسيكل اهوت وعلق المصافي، وهو واخد جردل قدام منه اهوت بقى. ربنا يسترها، ادعوا لي بقى يا حبيب قلبي ان احنا نوصل بالسلامه، ربنا يسترها. انا شايله هم بقى اللي هيعين عليا الوقت وايه، وشايلني على رجلي على الموتوسيكل، بس يلا مش مشكله، ربنا يسترها معانا، بس ادعوا لي بس ان احنا نوصل بالسلامه وما نقعش بس بالمكنه. اجمد يا احمد بالله عليك يا احمد، هتوقعني العمر مش بعزقه يا احمد. لسه اروح على الطيور يا جماعه، والله العظيم المغرب هيأذن اهو ولسه اروح على الطيور. فادعوا لي بقى ايه؟ ها؟ سمر جاي ماشي؟ لا جاي بالعجل. ادعوا لي بقى ان ربنا يسترها معانا اهم شيء، وان احنا نوصل بالسلامه وما يحصلش معانا اي حاجه، لان الناس قاعده مراقباني في الطريق رايحه جايه بيشوفوني رايحه فين وجايه منين، فعايزين يعرفوا انا بروح لغايه كل يوم اعمل ايه. فربنا يسترها بقى ويكفينا شر عيون الناس، لان الناس صعبه هنا انا قوي والله العظيم، مستغربين انا كل يوم بروح الغيطه اعمل ايه، مش عارفين اللي فيها، ما حدش عارف انا متبهدله وبجري عشان ايه. فربنا ييسر الحال بقى ويسترها، ربنا معايا ومع المسلمين جميعا يا رب، اللهم امين. استنوني بقى يا حبيب قلبي لما اروح، ان وصلت بالسلامه هكمل معاكم، ما وصلتش اعرفوا ان انا ايه توكلت على الله. استنوني بقى لما ايه، لما اوصل البيت بالسلامه. خلاص يا حبايبي اخيرا جيت البيت بالسلامه اهوت، ربنا ستر. احنا كان هيوقعنا حته مفحوره كده على السكه، كان هيوقعنا فيها، بس الحمد لله ربنا ستر وجينا بالسلامه اخيرا، يعني وصلنا البيت. فلسه بقى الغسيل ما اتلمش من على السطح، فجيت عشان الم الغسيل. الشطه بتاع بيت قرايبي منشرينها على السطح عندي اهو، وسايبينها مش شاغلين بالهم بيها خالص، لا بيطلعوا يبصوا عليها ولا شاغلين بالهم، بيعين القضيه خالص. الشطه بدا يسود فيها شطه عشان هم ما بيطلعوش يبصوا عليها. هي عايزه تتلم اصلا، هي حمصة عايزه تتلم وتتحمص بقى في الفرن عشان ايه تتفرق يصحنوا. طار منها شطه كتير على الارض. انا جت بقى الغسيل على السطح لسه، قلت المه عشان لو اخد بكره كمان هيبوظ من الحر، فقلت اطلع الم الغسيل والشطه عايزه تتلم. كل حاجة على دماغك يا غلبان. الله أعصر. المغرب يأذن يا حبايبي، وأنا جيت والله يا دوبك طلعت على السطح، لقيت شط الهوا منطرها على السطح، فهلمها لها بقى وأندع لها تيجي تشتلها. ما تلمي يا ليلى أي حاجة وأنت واقفة يا ليلى، لمي الغسيل يلا. مش هتنزلها ومش هتعملها ياما. اهي يا حبيبي الشطه كلها اللي كانت ايه لما انا اضطر حطيناها في المش، اللي هي كانت حمرا برده طريقه اللي حطيناها في المش، ودي اللي كانت ايه دبلانه حمصت خالص، عايز تحط في الفرن بس انها تحمص شويه في الفرن وخلاص. فهند على اي حد منهم يجي يلمها وياخدوها. الغسيل بتاعي اهي يا حبيبي، هبدا بقى الم الغسيل، وخالتي ليلى واقفه لي راكنه لي على السور وخلاص. هبدا الم الغسيل بقى كله. هتلم هدومك؟ تلم هدومك ازاي يعني؟ الحمد لله انا وصلت بالسلامه يا حبايبي. ابدا بقى الم الغسيل عشان انزل اجهز بقى العشاء، لان هم بيشطبوا الورشه عشان انزل اجهز العشاء. المكان حوالين مني شوف الرز والاراضي الزراعيه، بسم الله ما شاء الله، والله الدنيا بدات تظلم، والله العظيم الدنيا بدات تظلم، يعني كتر خيري في اللي انا كده، فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل. يعني سبت الغسيل وبقيت قدام هاجي الاقي ليلى لمته، ليلى بتقول لي ما نش لم حاجه، فقدر الله ما شاء فعل يا حبايبي. خلاص هبدا الم الغسيل عشان بس ايه الدنيا تبدا تظلم عليا.
هلم الغسيل بقى عشان انزل. وكده حبايب قلبي اكون وصلت معاكم نهايه الفيديو بتاعنا النهارده، استنونا فيديو جديد واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.